وعود نفسك على ألا تكون لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وإنما قلب سليم محب للناس. تفصيل القول في الدعاء على الكافرين، وأن له أحوال، وأن الإنسان لا ينبغي أن تأخذه العاطفة، بل ينبغي أن إذا دعا أن يدعو على علم وعلى بينة، وأن الغالب من حال الرسول أنه ما دعا إلا على المعتدين فقط، وأما سائر منهجه وسنته فهو يدعو لهم بالهداية لأنه رحمة، ويدعو لهم بأن يأتي الله بهم، وأن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا معنى الإنسانية الأنسنة في هذا الدين، أننا نخبر الناس ونشعرهم أننا لسنا ضدهم، وإنما الولاء والبراء في التعامل معهم، وإلا لكم دينكم ولي دين. فيا من هداك الله للإسلام أدعو لمن لم يهد للإسلام بالهداية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء على جنسهم الكفار بعمومه فلا بأس إن شاء الله، وهو نوع من مدافعتهم والرغبة في زوال الشر، لا سيما المعتدين. أما المعين فلا، إلا ما ورد فيه النص، لأنك لا تعرف ما يختم له. وعود نفسك على ألا تكون لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وإنما قلب سليم محب للناس، محب للمؤمن لإيمانه، ومحب للإنسان بإنسانيته رجاء هدايته. هذا هو المنهج السليم، وتفصيل القول في حالات هذه المسألة، ومنها تتبين أن الناس في هذا طرفان ووسط، منهم أهل الغلو والتطرف والإرهاب الذين يدعون على المسلمين، حتى المسلمين وغير المسلمين لا يفرقون بين معين ولا غير معين، وكلهم الناس عندهم من لم يكن على منهجهم وعلى فكرهم وعلى ضلالهم فهو عدو لهم والعياذ بالله. ومنهم أهل الجفاء والتميع الذين لم يفقهوا الحالات والتفصيل، فتساوى الناس عندهم مؤمنهم وكافرهم، مقاتلهم ومحاربهم ومسالمهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، شوف التفصيل، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا هو الجمع بين الأدلة أيها الإخوة، وهذه الحقيقة مظلة أفهام ومزلة أقدام، ومنهج السلف الوسطية والاعتدال في هذا المنهج على بيان الحالات، مع تعويد النفس على أن يكون المسلم رحمة كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة. ونحن اليوم في هذا الخضم من التحديات، وأيضا تشويه صورة المسلمين بالإرهاب أو بالجفاء، ينبغي علينا أن نبين الموقف الصحيح من غير المسلمين، فندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وينبغي أن نحرص على الدعوة باللسان، بالبيان، بالحجج العقلية والنقلية، بالترجمة، باللغات، أن نبين للناس محاسن ديننا، أن نبين لهم الهدايات في هذا الدين، وأنه دين الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار والتعايش. وندعو إلى الإسلام، ندعو إلى الإسلام، ونقيم الحجة على غير المسلمين، ونبين القيم والأخلاق النبيلة، لا سيما نبل وقيم وشمائل خير البرية عليه الصلاة والسلام. وليت الذين يحتفلون بذكرى مولده في شهر ربيع الأول يحرصون على إحياء سنته
والدعوة إلى القيم النبيلة الرحمة العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل بين الصديق والعدو والقريب والبعيد، هذه قيم الإسلام، فما أحرانا أن نتحلاها. كتب الله لنا ولكم التوفيق ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.